السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيك العافية شباب. اليوم بدنا نكمل موضوعنا اللي عرضناه المرة الماضية. المرة الماضية تكلمنا عن المساحة والديفينيت انتجرال. فعليا عرضت لكم محاضرتين، اليوم بدي أتطرق للمحاضرة الثالثة مشان نرجع نتذكر الأشياء ونفهمها بطريقة صحيحة. بدي أرجع لبعض الأشياء تكلمت عنها المرة الماضية بالمحاضرة الماضية. أولا لغايات الربط، بحيث أني أربط المحاضرات ببعضها بالموضوع، هذا كون صار 3 محاضرات بنفس الموضوع. والشيء الثاني الصحيح اللي بدي إياه، بدي المرة الماضية شرحت لكم أشياء كتبتها بطريقة وجهة نظري كانت تكون فيها بسيطة جدا الصحيح، بحيث أنه تفهموا الأشياء بدون تعقيدات، لأنه شوي فلسفة الديفينيت انتيجرال بجوز كطلاب بعدنا بالمادة الأولى بالرياضيات بجوز تكون علينا شوية، إذا بدنا نتكلم بالطرق المجردة تكون صعبة شوي، فحاولت أبسطها. بس الصحيح لقيت شوي لما رجعتها قد يكون في شيء فقد الدقة الرياضية، فبدي أرجع ألاحظ بعض الملاحظات البسيطة وإن شاء الله الأمور بتظل بسيطة. شباب المرة الماضية إذا بتتذكروا أن تكلمت عن إشي اسمه أبر سم واللور سم. إذا بتتذكر قلنا الأبر سم عبارة عن مجاميع المستطيلات اللي بناخذهم بحيث أن العرض بتاعهم راح يكون دلتا إكس، والارتفاع بتاعهم بحيث يكون نقطة الماكسيمم بالفترة الماء. يعني لو نطلع المستطيل هذا إذا بتتذكروا قلنا العرض راح يكون دلتا إكس، والارتفاع راح يكون ضمن الفترة هاي، أعلى ارتفاع راح يكون هون، هذا راح يكون العرض. فبالتالي بناء المستطيلات راح يكون بالصورة هاي، والمساحة تحتهم أو مساحتهم آسف راح تكون اللي تحت المنحنى مع المناطق الخضراء. هنا بجوز نبهت كل مرة الماضية إنه للأسف هذا الموقع اللي أخذته منه أو الرسمة ما وضح هاي، لأنه هنا صح لازم يكون في جزء وهنا لازم يكون في جزء، هنا صح صعب بين الجزء. فهذا كان عندي الأبر سم. واللور سم كنا نقول نفس الشيء، بس بدل ما أخذ اللي هو عرض المستطيل أو ارتفاعه على الاقتران f of x كنا نأخذ القيم المينيمم. يعني لو نطلع على المستطيل الثاني اللي هون برضه راح يكون المساحة تحته أو شلون أخذه، راح يأخذ العرض دلتا x والارتفاع راح يكون غالبا بالمنطقة هاي اللي هو راح يكون على النقطة الصغرى على الاقتران بالفترة هاي، لأن نطلع هنا هاي راح تكون النقطة الصغرى ضمن الفترة هاي. أوكي شباب؟ طيب أما المساحة مثلا من الرسم هذا، المساحة تحت منحنى الاقتران فهي بشكل عام راح تكون هاي طبعا. فبالتالي إذا بتطلعوا يا شباب مجموع المساحات للمستطيلات تاعي، طبعا اطلعوا لأنه في أجزاء بالأخضر فهي راح تكون أكبر من المساحة تحت المنحنى هذا. والمساحة هاي تحت اللور سم إذا بنطلع على مجموع المستطيلات تظل أو مساحة المستطيلات تظل راح تكون فاقدة أجزاء اللي هي باللون البني، هاي أجزاء مفقودة، فبالتالي راح تكون أقل من المساحة بتاعت اللي إحنا راح نقول عنه الاقتران. فبالتالي المساحة هاي اللي هي سميناها أبر سم، إذا بتتذكر سميناها U of B وحطينا F تحت على ال U، و L of B وحطينا F تحت على ال L اللي نسميناها أبر سم على البارتين B واللور سم على البارتين B، راح يكون هذا أكبر من المساحة وهذا راح يكون أقل من مساحة. يعني أقصد بالمساحة اللي هي مساحة المساحة المحصورة ما بين منحنى الاقتران ومحور السينات. خليني أرجع للسلايد اللي بديت فيه المرة الماضية الصحيح اللي هو السلايد هذا، اللي هو راح أرجع إذا بتتذكر وأعيد نفس الكلام اللي قبل شوي قلته الصحيح، بس في شيء حاب أوضحه لأني حاب أعدله الصحيح، أو مش أعدله، عدل عليه تبسيط، شيء بسيط جدا. مثل ما قلت لكم المرة الماضية بالنسبة للتكامل محدود انه اكيد بسيط، ملاحظة بسيطة اكيد بدي الاحظها حتى من الرسم اللي قبل شوي كنت فيه، انه الابر سم اكيد رح يكون اعلى من اللور سم، هاي بديهية. وقلت لكم احيانا اذا بنقسم الفترة بنزيد تقسيمات بحيث انه التقسيمات تصير عالية جدا قريبة من ما لا نهاية، فهذول الاثنين رح يصيروا قريبات من بعض، لانه الفروقات رح تصير تتضاءل وتروح من بينهم الاثنين. تمام يا شباب، وقلت لكم هنا انه بعض الاحيان يمكن ان نحصل، ديروا بالكم هذا مش دائما راح احصل عليه، ممكن اني احصل انه الابر سم مثلا لو كانت التقسيمات عالية جدا
لبعض البارتشن هون. هاي اللي بحب انتم تنتبهوا لها، لان باقي كاتب لاي بارتشن، هذا الكلام بجوز مش دقيق لاي بارتشن، فهي لبعض البارتشنز ممكن احصل هالشيء. اللي بصوره عامه راح يكون عندي انه اذا البارتشن كانت التقسيمات فيها عاليه جدا، ممكن احصل انه اللور سم بيساوي الابر سم، مش بيساوي، اسف، قريب جدا من الابر سم، تمام. بس اذا حصلنا على هالشيء انه الابر سم قريب جدا جدا من اللور سم، او يعني بلغه ثانيه الفرق بينهم ضئيل جدا ويقترب من الصفر، يعني يؤول للصفر، بنقول انه الاقتران قابل للتكامل. هاي النقطه الثانيه صح بعدلها، بجوز المره الماضيه حبيت ابسط الامور، كتبت لكم اياها تساوي، هي مش دقيقه دائما تساوي صحيح، لان مش دائما هذا الكلام بيكون صحيح. لبعض البارشن ولبعض الاقترانات ممكن يكون صحيح، بس احنا بدنا يكون قريبات جدا والفرق يصير ضئيل من الصفر، يعني بحيث انهم فعلا ما يكون فيهم فرق عالي، بالتالي بحصل على مساحه دقيقه للتكامل. وعلى هالاساس طبعا قلت لكم راح يكون قيمه التكامل اللي هو هذا اللي قلت لكم المره الماضيه، بنقول اذا كان هالشيء عندي محقق بنقول ان الاقتران قابل للتكامل، و نرمز له بالرمز اللي هو قلنا التكامل من A إلى B للأف of X DX. بدأ أذكركم الـ DX جاي من عرض المستطيلات و الأف of X من طول المستطيلات، لأنه هي الأمور بترجع، أنه إذا بتتذكر المرة الماضية قلت لكم هي طول بعرض وبجمعهم، اللي طبعا أنا موضحها بجوز هون، اللي هم هاي الدلتا X و الأف of X بشكل عام، فبتيجي تكامل. على كل إن النقطة المهمة اللي بدي أنوه لها الصحيح، قلت لك هاي قيمة التكامل تكون عبارة عن رقم وحيد، يعني التكامل قيمته وحيدة، ما راح يطلع عندي أكثر من قيمة للتكامل، وبتكون محصورة بين الأبر سم اللي هو يو أف للبي واللور سم اللي هو الأف على البي. أي إنه شو عندي يا شباب، المتباينة هاي محققة، يعني الأف أقل أو يساوي من التكامل أقل أو يساوي من اليو أف بي. الشرح اللي هون برضو وضحت لكم اياه انه فعلا التكامل بحصل منه على المساحة، وهذا اللي بدي تحطوه بعقولكم، انه دائما التكامل بعطيني المساحة ما بين منحنى اقتران. غالبا احنا من البداية فرضنا انه الاقتران هذا مثلا متصل على الفترة، ما بين منحنى اقتران ومحور السينات. الافضل طبعا اني افرض الاقتران اقتران مش سالب، يعني اعلى من محور السينات، فبالتالي طبعا لو تحت محور السينات ما بتفرقش، بتضربه بسالب بيطلع فوق محور السينات لا اكثر ولا اقل، فلها سبب احنا ما بندقق بالموضوع هذا. اذا بتنسوا ظلوا مذكرين الرسم هذا الصحيح، الابر صم مساحاته، بعدين اللور صم مساحاته، يعني مجموع مساحه المستطيلات، بده يكون طبعا اللور صم اقل من المساحه اللي هي التكامل، وبده يكون اسف بده يكون بالضبط اقل من المساحه اللي هو التكامل، وبده يكون التكامل اللي هي المساحة بتكون أقل من الأبر صم، فبالتالي المتباينة هاي بتكون محققة. رح أرجع نعيدها بعد شوي، رح أرجع أكتب لكم إياها مشان نشوف، بس ضلوا مذكرينها إنه اللور صم بيكون أقل من التكامل أقل من الأبر صم. وأهم شيء زبدة الكلام اللي تكلمته بالمحاضرتين الماضيات إلى الآن، بدي تضلوا فاهمين إنه التكامل بيعبر عن مساحة منحنى اقتران، عن المساحة تحت منحنى اقتران مع محور السينات على فترة مغلقة A و B. اوكي شباب، هذا المهم اللي بدي تنتبهوا له. نرجع لشو ممكن نطبق اليوم على الأشياء هذه. فهون راح نرجع نعيد الأمور بصيغة أخرى. لو كان عندي F continuous function على الفترة المغلقة، الديفينيت انتيجرال قلنا لكم بيكون عبارة عن يونيك نمبر، الرقم الوحيد اللي بنرمز له بالرمز من A لل B، وبحقق المتباينة هاي انه اللور سم اقل او يساوي. طبعا يا شباب هاي صحيحة لأي بارتشن بغض النظر شو هي، اللور سم دائما بيكون اقل او يساوي التكامل اقل او يساوي الابر سم لأي بارتشن B A و B. بكل بساطة اذا كان عند الاقتران برضه اقتران نن نيجاتيف، نن نيجاتيف يعني مش سالب، وكان الاقتران متصل على الفترة AB، بالتالي التكامل، وهذا بدي تحفظوه بعقولكم أو خلينا نقول keep it in your minds، is the area below the graph of F اللي هو المساحة تحت منحنى F من العدد A إلى العدد B، اللي هي ممكن نطلع عليها بالشكل النهائي. اوكي يا شباب، وهذا اللي بدي اياه.
شلون ممكن نطبق هالشيء البسيط الصحيح؟ من نطبق الصحيح لانه هسه انتم ما عندكم خبره بالتكامل او شلون نوجد التكاملات او ايفالويشن للتكامل. اللي بيهمني انه مثلا نطبقه بالعمليه العكسيه، مع انه بعرف انه التكامل عباره عن مساحه، فانا بقدر اساوي بالعمليه العكسيه. يعني شلون؟ وهاي محدود كثير الصحيح بتكون عندنا، يعني افكار بسيطه. بحاول استخدم قوانين المساحه اللي بعرفها، زي مساحه الدائره، مساحه المستطيل، مساحه المثلث، اشياء كلاسيكيه قديمه تعلمناها بالمدرسه، بحيث اني اعمل حساب للتكاملات. فخلينا ناخذ امثله بسيطه على ذلك. والفكره مثل ما قلت لكم اني اعرف انه والفكره بسيطه مثل ما قلت لكم، بحيث اني اعرف انه التكامل عباره عن مساحه ما بين منحنى اقتران ومحور السينات، وهذا الاقتران غالبا بده يكون موجب. فلو طلعنا على المثال الاول مثلا، بدي التكامل من ناقص 2 ل 2 لجذر 4 ناقص اكس تربيع. شو هو الاقتران هذا؟ هذا ضروري اني اعرف حدد الاقتران واعرف المساحه بينه وبين محور السينات شو شكلها، لان اذا عرفت بقدر بالقوانين الكلاسيكيه اللي بنعرفها اوجد المساحه. طيب خلينا نشوف شو هو. هو اقتران لو سميناه واي يساوي جذر 4 ناقص اكس تربيع، تمام؟ ننسى هاي الدي اكس جاي سهون، فبعدين ربعنا الطرفين راح يصير عندي واي تربيع بيساوي 4 ناقص اكس تربيع. نقطة قلنا الاكس تربيع عند الواي تربيع، راح احصل هاي، وهاي بنعرفها من الشيء المألوف انها عبارة عن معادلة دائرة مركزها 0 0 ونصف قطرها 2، تمام؟ بس اللي بيهمني يا شباب بدنا ننتبه، هاي مش الدائرة كاملة، لأنه هنا أخذ لي الجذر الموجب، يعني زائد جذر 4 ناقص اكس تربيع. فهاي لما بكون الجذر موجب معناه يا شباب الجزء العلوي من الدائرة. وديروا بالكم ولو انها ملاحظة بسيطة، لو كان هون في عندي إشارة سالب قبل الجذر أو في سالب هون بتقدر تدخلها، وإذا كانت سالب هو عماله بيقول لك إني بدي الجزء السفلي من الدائرة وليس الدائرة كاملة، تمام؟ باخذ الجزء السفلي. اوكي، نرجع لمثالنا فننتبه لهاي. هو باخذ الجزء العلوي من الدائرة، فبالتالي انا بعرف انه الاقتران هذا لما بدي كامله بكل بساطة راح يعطيني مساحة، فانا بدي مساحة نصف الدائرة هاي، ومساحة نصف الدائرة لحسب في عندي هون نص بمساحة الدائرة. ومساحة الدائرة احنا بنعرفها انه باي نون قاف تربيع، اللي هي باي مربع نصف القطر ونصف قطرها 2، فهي راح تصير نص باي ب2 تربيع، واللي هي راح تطلع بالاخير 2 باي. نفس المنطق لو اخذنا التكامل من 0 ل 3 جذر 9 ناقص اكس تربيع. لو اخذنا هذا سميناه واي، جمعنا بنفس الطريقه راح تطلع معي دائره نصف قطرها 3 ومركزها 0 0. بس المشكله هون ما اخذ التكامل هو من وين؟ هاي الدائره طبعا ديروا بالك يا شباب، ارجع بكرر بما انه الجذر موجب هون، فهو ماخذ النصف العلوي من الدائره. طبعا هو شو بيقول لي؟ بيقول لي من 0 ل 3 بده تكامل، مش زي المثال قبليه. مثلا المثال قبليه قال لي من وين بده؟ من ناقص 2 ل 2، هاي السالب 2 ل 2، يعني اخذ النص دائره كله. هون مين اخذ هو؟ هون اخذ من 0 ل 3، من 0 ل 3 ثاب الصفر اللي هو محور الصادات، يعني اكس يساوي اسف واي يساوي 0، اكس يساوي 0 اسف اللي هو واي اكسس، ولحد الثلاث، فهو اخذ ربع الدائره فعليا. اوكي شباب، فبالتالي هون هو بتكلم عن مساحة ربع دائرة، فبالتالي راح تكون ربع، بعدين باي من قانون مساحة الدائرة، بعدين نصف قطرها 3 مربع، فهي راح تطلع 9 باي على 4. نيجي برضو على هاي شباب، هاي برضو من صياغتها تقريبا نفس هذول. وإذا بتحبوا تألفوهن هذول كلهن دوائر لما يكون في إشي ناقص إكس تربيع، فبتوقع تكون دائرة. بس المشكلة هون في 10 إكس، خليني أشوف قبل ما أحكم بسرعة شو اللي بده يصير معي، هل هي دائرة ولا دائرة وين راح تكون موجودة. خلينا نشوف شو اللي بده يصير. بس غالبا هذا الشيء اللي موجود هنا اللي هي ناقص اكس تربيع بتعطيني شعور إنه في دائرة بالموضوع. فنفس الشيء بقول واي يساوي جذر 10 اكس ناقص اكس تربيع، بربع الطرفين راح أحصل واي تربيع بيساوي 10 اكس ناقص اكس تربيع. بجيب الأشياء هاي على الطرف الثاني لهون، طبعا الاكس تربيع لما تيجي راح تيجي موجبه، والعشرة اكس راح تيجي سالبه، لين زائد واي تربيع بيساوي صفر. شباب هاي اكيد بما انه في عندي اكس تربيع وواي تربيع هسه بجزم 100% انها معادله دائره. بس شو بدي ازيد عليها؟ مشكلتي بالعشرة اكس هاي، بالعشرة اكس اذا مرت معاكم هاي، واظن انه بالمدرسه بتعرفوا الشيء هذا، بساوي اكمال مربع، اكمال مربع للاكس. طبعا يا شباب تذكروا احنا اكمال مربع للاكس
بدي أخذ نص معامل إكس اللي هي العشرة، نصها راح يكون عبارة عن 5، وبربعه راح يطلع 25. فبالتالي لازم أضيف هون 25 وأضيف على الطرف الثاني 25. فبالتالي راح تصير إكس تربيع ناقص 10 إكس زائد 25 زائد واي تربيع بيساوي 25 على الطرف الثاني. حاب ارجع اكرر لكم اياها يا شباب، ولو تقدروا تعيدوا الفيديو وتنتبهوا للاشياء هاي. دائما اذا بدنا نكمل مربع بناخذ نص معامل اكس اللي هي العشرة، نصها 5 بنربعها بتطلع 25، وبضيفها للطرفين اذا كانت عندي معادلة، على الطرف هون 25 على الطرف هذا 25. فراح تصير هيك، هاي صارت مربع كامل. فبالتالي بقدر احطها بين قوسين واقول هاي اكس، وحسب الإشارة هون إذا موجب أو سالب بحط سالب، وبعدين نص المعامل اللي أخذته، نص المعامل اللي أخذته كان 5، فأحط ناقص 5 الكل مربع زائد واي تربيع تساوي 25. إذا يا شباب بكل بساطة، هاي من خبرتنا البسيطة، هاي دائرة مركزها عبارة عن 5 و0 ونصف قطرها برضو 5، وهذا الشيء مكتوب هون. نشوف هاي بالرسم. طبعا مثل برجع بكرر، بما أنه أخذ الجزء الموجب يعني جذر موجب، راح تكون النصف العلوي. فبالتالي هاي لا أكثر ولا أقل راح تكون برضو نصف دائرة، فراح أخذ نصف مساحة الدائرة، فهي نص في باي نون قاف تربيع اللي هي 5 تربيع، واللي هي راح تطلع 25 باي على 2. نيجي على المثال اللي بعده. المثال اللي بعده بسيط جدا، معطيني الواي يساوي 2 إكس، والتكامل من 0 ل 4. واي تساوي 2 إكس، هاي بنعرفها معادلة خط مستقيم بمر بالصفر وصفر، واللي هو شكله هيك. طبعا بده الاكس من الصفر من هون للاكس يساوي 4 لحد هون. بكل بساطة يا شباب، اذا هذا الخط المستقيم شو راح يحصل معي؟ مساحة مثلث لا اكثر ولا اقل. اذا بدنا نطلع على المساحة تحته، راح تكون هاي المساحة، فهي مساحة مثلث. اذا التكامل راح تساوي مساحة المثلث هذا المعطى معي بشكل. طيب انا عندي مش مشكلة، احنا بنعرف في قاعدة من المدرسة علمونا اياها، انه مساحة المثلث نصف القاعدة بالارتفاع. قاعدته من 0 ل 4 هاي القاعدة، فراح تكون نص في القاعدة 4. بضل عندي أحسب الارتفاع، الارتفاع هذا بكل بساطة اللي هو الارتفاع هذا، بس بكل بساطة الارتفاع هذا بجيبه من صورة الأربعة، صورة الأربعة بالاقتران إذا بعوض 4 هون بالإكس راح حصل 8، فهي النقطة هون قديش ارتفاعها؟ 8. فراح أقول إنه نص بأربعة بـ8، واللي راح تطلع 16. شيء بسيط جدا. خلينا نجي للسؤال الثاني أو المثال. لو نطلع يا شباب، عندي بدي تكامل من ناقص 2 ل 2، 3 ناقص مطلق اكس دي اكس. طيب الشباب اهم شيء صح، بدي احاول اذكركم برسم الاقتران هذا. نطلع على الاقتران. اول شيء هو مطلق. المطلق احنا بنعرف رسمه غالبا بيكون زي 7، الراس عند الصفر، بس في قبله اشاره سالب، فبده ينعكس عن ما كان يكون 7، بده يصير 8، بده يصير شكله لتحت. وشو عمل له؟ زاد له العدد 3، زاد له العدد 3 يعني رفع الصور بمقدار 3، فهو نفسه عن ما يكون مقلوب للأسفل عند الصفر راح يطلع عندي للثلاث، وهذا راح يكون شكله لا أكثر ولا أقل. هسا التكامل من وين بدي إياه؟ من ناقص 2 ل 2، يعني بده المساحة بالمنطقة هاي يا شباب، بالمنطقة هاي بين الناقص 2 و2، يعني المنطقة إذا ما مش عارف هون بالتأشير إذا ممكن تطلع الدائرة معكم اللي بأشر فيها، فراح تكون المنطقة هاي اللي ممكن لو نقولها طبعا برسم ثاني راح تكون هاي شكلها. ديروا بالكم لأنه هي محدودة بين ناقص 2 ل 2، مش راح أخذها كاملة طبعا، مثلا من ناقص 3 ل 3، بحيث أنه أخذها هذا الشكل اللي زي الخيمة تحت تحت منحنى الاقتران وبين محور السيناث، راح تكون محدودة بين الناقص 2 و2. فبالتالي راح تكون حسب القاعدة التكامل راح يكون الاريا لهالشكل هذا، بس الشكل هذا عبارة عن مساحة المستطيل اللي تحت مع مساحة المثلث اللي فوقه. تمام، المستطيل اللي تحت بسيط، قاعدته راح تكون 4 او اللي هو بنقدر نتكلم عنه من الطول، والعرض راح يكون 1. طبعا هاي الواحد يا شباب تقدروا تجيبوها هون من صورة 2، لان اذا باجي هون على الاقتران بحط 2 مطلق 2 2، 3 شيلوا منهم 2 راح تصفي 1. فالارتفاع للمثلث للمستطيل اسف راح يكون الارتفاع او اللي هو العرض فعليا راح يكون 1، فهو راح تكون عباره عن 4 في 1. نيجي للمثلث. المثلث هذا بسيط، نفس القاعده له، هاي من ناقص 2 ل 2، فراح تكون نصف في 4، لانه من ناقص 2 ل 2 شباب القاعده 4 وحدات فيه. تمام، ظل عندي ارتفاع المثلث. ارتفاع المثلث بسيط جدا، احنا من هون لهون استهلكنا وحده،
هاي عندي هون 3 وحدات، فراح أظل عندي هون وحدة وهون وحدتين، فأكيد الارتفاع راح يكون وحدتين، فراح أحطهم 2 وراح يطلع عندي 4 بواحد هون 4، وبعدين 2 مع النص راح تروح راح تصفي 4، ومجموعها راح يساوي 8. اوكي شباب، فالفكرة بسيطة جدا، هذا اقتران ثاني بسيط جدا الصحيح. طبعا لو كان عندي اقتران ثابت، لو قلت واي يساوي 8، ونحرف احنا واي يساوي 8 عبارة عن رسمة خط مستقيم بكون افقي عند واي يساوي 8. طبعا الفترة معطيني اياها من 2 ل 5 التكامل، فانا راح اكامله من 2 ل 5. فبكل بساطة هذا دائما الخط المستقيم بسيط جدا، المساحة اللي بحصرها تحتيه دائما مستطيل، فهي راح تكون الطول راح يكون 8 وحدات او اللي هو الارتفاع يعني، والعرض راح يكون الفرق بين 5 و2 اللي هو 3 وحدات. فبالتالي هذا راح يكون بسيط جدا، والتكامل راح يكون عبارة عن 3 وحدات اللي هن العرض في 8 وحدات اللي هن الارتفاع، وراح يطلع 24. خليني نجي له السؤال نوعا ما فلسفي خلينا نقول، او على المفاهيم اكثر ما انه خلينا نقول حل. فمثلا لو طبعا هاي بتعرفوها، ذكرناها اكثر من مره، انه دائما لو ارسم اقل او يساوي التكامل اقل او يساوي الابرسم. اوكي شباب، ولاي بارتشن بي بغض النظر شو ما كانت. السؤال البسيط اللي ممكن نسأله كمفاهيم على الأشياء هاي، لو قل لي مثلا let f be a continuous function، اقتران متصل على الفترة المغلقة ناقص واحد واحد، وكانت b be a partition لناقص واحد واحد يعني تجزئة للواحد واحد، then each of the following three statements is false، كل واحد من statements هذول بتكون خطأ. ليش هذا الكلام؟ خلينا نشوف. أول واحد مثلا بس مشان تتعلم مفاهيم لا أكثر ولا أقل، أول واحد عندي يا شباب بيقول لي إنه اللور صم بيساوي 3 والأبر صم بيساوي 2. ليش الكلام مش منطقي إذا فكرنا بالمنطق؟ لأنه إحنا عندي القاعدة بتقول لي الأبر صم دائما أكبر من اللور صم، مستحيل اللور صم يكون 3 والأبر صم يكون 2. اتذكروها، هاي ما كتبت لكم إياها بجوز بالسلايد اللي قبل شوي استعرضتها. 2، لو قال لي مثلا اللور صم بيساوي 3 والأبر صم يساوي 6 والتكامل من ناقص 1 ل1 يساوي 1، هذا برضو الكلام مش صحيح، لأنه التكامل لازم يكون بين العددين هذول. صح هون الأمور صحيحة، الأبر صم أكبر من اللور صم، هون 6 هون 3، بس ما بصير التكامل يكون أقل منهم 2، لازم يكون بينهم 2، فلازم يكون قيمة التكامل بين 3 و6. لها السبب هاي مثلا بتكون خاطئة العبارة ومش صحيحة. كيف شباب؟ مثلا هون قال لي اللور صم 3 والأبر صم 6، برضه حافظ على الترتيب، صحيح الأبر صم أعلى من اللور صم، بس برضه قال لي إنه التكامل يساوي 10، يعني طلع أكبر من الأبر صم، برضه هذا الكلام مش صحيح. كي شباب ضروري تظلوا متذكرين للأشياء هاي، تتذكروا المفاهيم هاي. أهم شيء موضوعنا هذا إنه نتذكر إنه التكامل إذا كان عندي اقتران مش سالب بيعبر عن المساحة ما بين محور السينات و منحنى الاقتران. والله يعطيكم العافية، وآمل إنكم تكونوا فاهمين الأمور والأمور ماشية بسلاسة.